أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. مرحبا بكم في قناة على ربي. قصتنا اليوم ستكون بعنوان الأميرة النائمة، وهي واحدة من القصص الخيالية التي نتمنى أن تعجبكم. يعني ما كان في قديم الزمان، ملك من الملوك يعيش مع زوجته الملكة في قصر جميل، وكان الملك والملكة في راحة وسعادة، وكل منهما يحب الآخر حبا كثيرا، لكن لم يرزقا طفلا صغيرا يفرحان به، فكان يدعوان الله ليلا ونهارا أن يرزقهما بمولود سعيد يسعدان به ويربيانه أحسن تربية. وبعد سنوات كثيرة استجاب الله دعائهما وولدت لهما أميرة صغيرة جميلة، ففرح الملك والملكة بها كثيرا، وأمر الملك بتوزيع الكثير من الصدقات على الفقراء والمساكين، وعمل فرحا كبيرا لها في اليوم السابع من ولادتها يدعو فيه الأمراء والوزراء والأقارب والأصدقاء، ولم يكتفي بدعوة أهله وأصحابه، بل دعا الحوريات لتهدي كل حورية إلى الأميرة أثمن الهدايا وأجمل